بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الفيزياء للصف 11 تقني 2. درسنا اليوم إن شاء الله القدرة في دوائر التيار المتردد. أهداف الدرس: نحسب متوسط القدرة في دوائر التيار المتردد. مصطلحاتنا: average power المتوسط القدرة، average power متوسط القدرة. من الحصة السابقة عرفنا إنه ال VRMS هي القيمة الفعالة للجهد، وتساوي القيمة القصوى للجهد تقسيم جذر 2. وأيضا بالنسبة للتيار، القيمة الفعالة للتيار هي القيمة القصوى على تقسيم جذر 2. وهي القيمة الفعالة هي المذكورة في جميع الأجهزة الكهربائية. اليوم نعرف كيف يمكن حساب القدرة. نعرف أن القدرة بصفة عامة عبارة عن الـ V ضرب الـ I. V ضرب الـ I جهد ضرب التيار. ولكن متوسط القدرة لنحسب متوسط القدرة عبارة عن القيمة الفعالة. متوسط القدرة عبارة عن القيمة الفعالة للجهد ضرب القيمة الفعالة للتيار، يعني B equal V RMS ضرب I RMS، حيث B القدرة متوسط القدرة وتحسب بالواط، تحسب بالواط وحدة قياس القدرة. أيضا حساب الـ RMS الـ I تيار الفعال من قانون أوم عبارة عن V على R، لكن لا بد تكون أن الـ V هي عبارة عن القيمة الفعالة أيضا. I بيساوي V على R هي القيم بحساب القيمة الفعالة. الآن مثال 10 في الكتاب صفحة 81. مولد كهربائي متردد صغير قيمة جهد، قيمة جهده العظمى عبارة عن 314 فولت، يتصل بدائرة مقاومتها الكلية 10 أوم، هذه R، هذه القيمة العظمى للجهد. احسب القيم الفعالة للجهد والتيار وكذلك متوسط القدرة الناتجة في المولد. المطلوب القيمة الفعالة للجهد نسميها V effective أو VRS نفس المسمى، القيمة الفعالة أو الـ RMS root mean square value، الـ VF effective أو وأيضا الـ I effective ومتوسط القدرة. عندنا الـ V not 314، الـ R 10 أوم. عندنا قانون القيمة الفعالة للجهد، هذا هو القانون V نوت على جذر 2. عندنا لحساب متوسط القدرة B بيساوي V RMS ضرب RMS I RMS، لكن هذه غير موجودة، من أين نجدها؟ من قانون أوم، I بيساوي V على R. لحساب القيمة الفعالة تطبيق مباشر، V نوت على جذر 2، قيمة 314 تقسيم جذر 2، النتيجة 222 فولت. هذه حسبنا منها القيمة الفعالة للجهد. لحساب القيمة الفعالة للتيار من قانون أوم، لأن ما عندنا القيمة القصوى، لو كانت موجودة القيمة القصوى أيضا ممكن نحسب منها القيمة الفعالة للتيار، لكن ليست موجودة، نحسبها من قانون أوم، I بيساوي V على R، وR V القيمة الفعالة وجدناها من الخطوة السابقة 222 تقسيم 10 تعطي 22 أمبير. لحساب المتوسط القدرة نضرب قيمة الفعالة للجهد ضرب القيمة الفعالة للتيار ضرب مباشر، والنتيجة 4884
واط، ولا ننسى أن نكتب الوحدات القياس بالواط. عندنا في الكتاب صفحة 82 سؤال 3: في الدائرة المجاورة احسب القيمة الفعالة للجهد، القيمة الفعالة للتيار، القدرة القصوى المفقودة، المتوسط القدرة المفقودة. متوسط القدرة يعني هذه هي بي اي في، اي في متوسط القدرة، اما هذه القدرة القصوى بي نوت، بي نوت. اوكي، ما هو المعطى؟ معطى ار 1 كيلو اوم، ار 1 كيلو اوم يعني 1000 اوم، معناها 1000 اوم. عندنا ايضا هذه القيمة عبارة عن تيار متردد، هذه القيمة قيمة الفي، قيمة الفي هذا عبارة عن مصدر لتيار متردد. كيف الحل؟ عندنا الفي معطى 140 ساين 500 تي، هذا يذكرنا بالمولد، قيمة الجهد التأثيري عبارة عن في بيساوي، في بيساوي في نوت ساين أوميجا تي، ساين أوميجا تي. لو قارنا القيمتين مع بعض مقارنة، الفي نوت تعطينا عبارة عن 140 فولت، في نوت 140 فولت، الأوميجا التردد الزاوي عبارة عن 500، لكن ليس سوف نحتاجه، حنحتاج فقط القيمة القصوى للجهد، القيمة القصوى للجهد. عندنا قيمة الفعالة، قيمة الفعالة بالقانون في نوت على جذر 2، الفي نوت عبارة عن 140 تقسيم جذر 2، النتيجة بالآلة الحاسبة 99 فولت، 99 فولت. كذا أوجدنا القيمة الفعالة للجهد. القيمة الفعالة للتيار أيضا من في قانون أوم، في على R أو في على S، القيمة الفعالة للجهد تقسيم المقاومة 99 تقسيم المقاومة، كانت موجودة عبارة عن 1000، 99 تقسيم 1000، النتيجة 0.099 أمبير، هذه القيمة الفعالة للقيمة الفعالة للتيار. انتهينا من بي. سي عاوزين، نحن في سي عاوزين القيمة القصوى، القيمة القصوى، من كلمة القيمة القصوى يا شباب عبارة عن قدرة، قيمة القدرة، القدرة القصوى بنحسبها من في نوت ضرب اي نوت، هذه يسمى القدرة القصوى. متوسط القدرة عبارة عن ضرب القيمة الفعالة، أما القدرة القصوى عبارة عن ضرب القيم القصوى للجهد والتيار. للجهد موجود عبارة عن 140، أما الآي نوت من وين أجيبها؟ أنا وجدت قبل قليل القيمة الفعالة التيار من قانون، هذا القانون أضرب جذر 2 ضرب القيمة الفعالة، النتيجة عبارة عن القيمة القصوى للتيار، ضربنا جذر 2 ضرب 0.099، النتيجة 0.14 أمبير، 0.14 أمبير. وجدنا القيمة القصوى للتيار، وأيضا موجودة القيمة القصوى للجهد، حاصل ضربهم عبارة عن القدرة القصوى 19.6 واط. وجدنا سي، نوجد دي. دي عبارة عن متوسط القدرة، عبارة عن ضرب القيمة الفعالة، القيمة الفعالة للجهد هذه هي 99، القيمة الفعالة للتيار 0.099، النتيجة عبارة عن 9.8 واط. الخلاصة، عندنا القدرة المتوسطة في دوائر التيار المتردد عبارة عن حاصل ضرب القيمة الفعالة للجهد والتيار. تستخدم المعادلات، نستخدم هذه المعادلة عند في الدوائر تحتوي على المقاومات، لأن الدوائر
إذا كان فيها مكثف أو مكثف لا تكون قيمة التردد نفس القانون. القدرة المتوسطة عبارة عن ضرب القيم الفعالة للجهد والتيار. أيضا القيمة القصوى عبارة عن ضرب القيمة القصوى للجهد والتيار. القيمة القصوى للجهد والتيار. عندنا شباب إن شاء الله في واجب، أرجو من الجميع حل الواجب بعد مشاهدة الفيديو. مدة الواجب 24 ساعة. شكرا جزيلا.